مين بقى الثنائي الدفاعي اللي يلعب مباراه العوده يا كابتن ايوب؟ دلوقتي وارد عبد المنعم ما يلحقش، خلاص تاكد غياب الونش، بقى عندنا ثنائي جديد غير الثنائي اللي بدا النهارده. تمام، يبقى ثنائي حظ وحش على فكره. هو على فكره كارلوس كيروش فعلا حظ وحش دايما في المدافعين. احنا عندنا اربع خمس مدافعين اتصابوا في كاس الامم الافريقيه مع بعض، اربعه ثنائي تاني. هو في شقين انا مدرب وعندي قوام في في في, في المعسكر. لما بيحصل لي مشكله بفكر نمره واحد في المعسكر، صحيح، وفي نفس الوقت بشوف البدائل اللي عندي من بره انها اللي هضمها بدل اللعيبه اللي خرجت للاصابه او للايقاف أو أو, او او او. طيب انا في المعسكر عندي مين؟ خلاص عندي ياسر هيلعب، وعندي محمود علاء، وعندي ايمن اشرف. يعني اقول ممكن الراجل لو هي من المعسكر هيلعب ايمن اشرف جنب جنب ياسر. ولو هجيب من بره هيبقى اقرب واحد علي جبر. علي جبر لاعب منتخب، عنده خبرات طبعا، لاعب بطولات افريقيه طبعا، بيلعب مع نادي في 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 البطوله الكونفدراليه، بيحرز اهداف، صحيح، عنده طول. وانا سمعت الراجل وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي بيقول بيهرج، يعني بيقول ان فريق السنغال عنده لاعبي كره على لاعبي باسكت، بيتكلم على الطول. طيب انا لو مدرب وجبت عنصر من بره وعنده الخبرات وعنده الكواليتي وعنده الكفاءه وعنده الطول، وبلعب مباراه خارج ملعبي، وهم عندهم مشكله، عندهم خطوره في الكرات الثابته وفي الطول، فهفكر في الجزئيه دي برضو. هل هلاعب ايمن اشرف عشان الراجل معايا في المعسكر والراجل بيلعب في الحته دي وموجود معايا، ولا انا الاثنين الاساس اللي عندي مش موجودين وعاوز حد طويل وقوي وينفعني في الكرات العاليه؟ فهتبقى يعني حسب الراجل هيفكر ازاي. يعني انا بتوقع كده، يعني لا اما هيلاعب ايمن، لا اما هيلاعب، لو جاب علي وفكر بالطريقه دي ممكن يلعب علي، لو فكر يضمه اصلا. يعني لا، انا مع احمد الصراحه ان هو لازم يضم علي جبر، يعني من العنصر المهم جدا طوله، وهو برضه لعب ماتشات بطولات افريقيه مع المنتخب بشكل كان قوي جدا علي جبر.